جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كن عبدنا تحيي الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أوصانا النبي وخير السحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم
بآيات الله بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا